جواز وسنين مواعيد خروج بمعاد دخول بمعاد. واحد يبقى عمال يجري 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 عشان يلحق البيت عشان ما تقولوش اتأخرت بيه. ايه ده؟ والله العظيم ثلاثة الواحد عاوز كده يعمل ثورة يجمع كل الرجالة متجوزين ونطلع كلنا في ليلة واحدة نبقى طلقاء طلقاء وهم مطلقات. شوفوا ماشيين كده نبص شفت المطلقات شفت المطلقات واحنا طلقاء. مش عارف مش عارف يوم اتجوزتك ده كان يوم شكله ايه؟ كانت هربانه مني ولا ايه؟ ولا كنت مجنون اساسا؟ عكننا عليا ليل نهار عكننا معلقه محاليل في دراعتها محاليل عكننا تعكنن على اللي حواليها. حاجه غريبه مالها عشت الحريه تحت هو عازب بيبقى زي الفل زي الفل يبرفن نفسه يحلق دقنه ويسشور شعره. ده بلاش شعره دي الكذاب قوي حسين في شعرك دي. يا سلام الواحدة من دول أول ما تكتب الكتاب أول ما تكتب الكتاب والمأذون ياخد بعضه ويجري وهي تبقى كائن تاني خالص كائن شرس فظيع. اضحكي يا أختي اضحكي 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 على خيبتي اضحكي على خيبتي. نايمة شوفها خالته يا خالته يا خالته. هما ماتوا دول ولا ايه؟ يلا نحضر بقى الفطار وهم يصحوا براحتهم. انا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايزه قهوه ولا كوبي ماء. احلى بعيش امنا يا خالته يا خالته يا خالته. ايه ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ صباح الخير يا خالتي. يا باي مش معقول صباح النور يا اختي كويس انك جيتي. مالك يا خالتي وشكلي كده مش عاجبني كده ممصوص؟ عندي صداع هيموتني. لا لا بقول لك ايه انا جايبه طبق فول هخليكي ترقعيه كده ومعاه شويه بتنجان مخلل وقرنين فلفل تبقي قمر هتجري كده في الشقه. انت ايه انا مش فاهمه انت مفيش في دماغك غير الاكل مش معقول بجد ارحمي نفسك انت بقيتي عامله زي التلاجه بالظبط. قص عليك يا خالتي قص عليكي ما كنتش تخيل ان الاهانه تيجي منك انت. وبعدين لعلمك بقى انا بمشي كده اهو في الشارع لق في البنطلون الرجاله كده يتنطوروا ورايا ويعكسوني. يا حرام عشم ابليس في الجنه. فكره يا خالتي انت فاهماني غلط. هو انت فاكره يعني ان الرجاله بيحبوا الست المعرقبه المعصعصه؟ خالص الراجل من دول بيحب الست اللي عندها فليكسيبيليتي عشان تقدر تكمل وتواصل معاهم المشوار. طب يا فلحه روحي بقى انت حضري الفطار. ولا اقول لك استني 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 انا اللي هروح احضر الفطار وانت قومي صحي اكمل بس ده ابعديه خالص عشان ما يموتش من الريحه كفايه عليه انت بس والنبي مش وش اهدي ها إيه. لا لا ما تقليش والله سلامته من الخضه ده انا ابوسي عصفوره بتصحي ما تقليش. طب يا روحي يلا حبيبتي يا اكمل يخرب عليك يا اكمل. ايه ده؟ انت ايه دخلت علينا اوضه النوم؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انا انتوا مين؟ احنا بتوع السمك. سمك ايه؟ ايه اللي دخلكوا اوضه اوضتي يا عايز ما هو لا العين يا خالتي ده علي شوف ابنك البلد اللي ما عملها معايا. ايه ده؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ قوم يا جزمة قوم يا جزمة ده حدام. ايه اللي انت عامله ده؟ على سرير يا كلب. سريرك ايه ما انت كنت معايا يا بابا. قصدي على سريرك يا كلب. سرير ايه بس يا بابا؟ جايب اتنين من غير ما تقول لي قوم عملتها قبلك. قوم فوق فوق. فين امك؟ حضرتك انت اللي قلت لنا تعالوا مع السرير. انا ما اعرفكمش. لا حضرتك اللي عزمتنا على السرير. وانا عازمك على سينما مترو في ايه؟ انا ما اعرفكيش اساسا. حضرتك ليه البيت ده ما فيهوش خصوصيه؟ العين يا خالتي تعالي شوف ابنك بعد ما خسيت له بيخوني. ايه في ايه؟ بتجعري ليه على الصبح مش فاهمه؟ يا
نهارك اسود انت وهي ومنايل ب 60 نيله. يا نهارك اسود ب 60 نيله، يا نهارك اسود ب 60 نيله. ثلاثه نهارك اسود. ايه ده، احنا واقفين في موقف ولا اوضه نوم؟ موقف عينك انت وهي يا قرنات الادب، يا قرنات الادب، يا قرنات الادب. عاجبك كده يا ماما؟ طب يا مدام بص، هنفطر ونمشي على طول. فطرك عزرائيل يا شيخ. قومي يا بنت، قومي يا مدام. قومي يا مدام، قومي يا مدام. لا يا مدام، قومي. مش هتلاقي وشك على السلم. يلا برا، يلا برا. ده بيت محترم يا قرنات الادب. الادب ايه ده؟ طب ادينا فرصه نحكي لك اللي حصل. ما تقوليش اللي حصل، ما تقوليش يا بنت اللي حصل. انا عارف ايه اللي حصل، ده ابني وانا مربيه وعارف يحصل منه ايه. ها يا اسطى، ما قلتليش ليه؟ ماكسي يا بابا، والله ما لحقنا نعمل حاجه. وكمان اهبل يا عم، والله لا بوريك. سيبوني، سيبوني عليها. حقتي حقتي هموتها. مين اللي دخلش يا بنت؟ اخد مين وتعي انت كمان؟ احنا غاضبين اصلا من الاول ان احنا سمعنا كلامكم. يلا يا ماما. ايوه احنا لازم نمشي، في غلط هنا، احنا بنتهزق. اي سي. يلا 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 يلا، استنى حاصل هنا. حقتي كلمته بلغ البوليس. جلوكوز، عصير، والسكر يا بابا الحالي. عيب عيب يا جماعه، عيب. ده الجار للجار. تقدري تقولي لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل الشارع بالبيجامات كده؟ يا ريتني ما سمعت كلامك من الاول يا ماما، يا ريتني ما سمعت كلامك. دور عليه تلقاه، ياللي عينيك شايفاه وبرضه بيتدور. ماما انت معاكي المفتاح؟ اها. وسايبانا نتبهدل طول الليل بالشكل ده ليه؟ عندي خطه في دماغي بتكتك. بتكتكي؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش هقعد في العماره دي ولا ثانيه، ولا هقعد في الشقه دي، وهرجع شقتنا القديمه يا ماما. يا بنتي انت ليه طول عمرك كده غبيه؟ يا بنتي امشي ورايا، امشي ورايا تفلحي. في دماغي خطه وهفهمها لك. خطه ايه يا ماما؟ بقى معاكي المفتاح طول الليل وسايبه شويه غجر زي دول يبهدلونا كده ليه؟ إيه ليه يا ماما؟ فين شنطنا؟ شنطتنا وهدومنا كمان. ايه ده؟ يلا. ودي الحصاله. اوه 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 اوه، لو عاتبتوا عندنا تاني هسفلكوا. الله يسامحك يا ماما، انت السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. بتعملي فينا كده ليه بس؟ نفسي افهم. ما انا اصلي كنت، لو كنت قلت لك على الخطه بتاعتي ما كنتش هتوافقي. خطه ايه بس؟ خطه ان احنا نتعرف على الجيران يعني. وفي حد يتعرف على حد بالشكل ده؟ ما اصل انا كان في دماغي حاجه بخصوص العريس بتاعك يعني. عريس؟ هو بقى خلاص العريس بتاعي؟ اه، ولد كويس قوي، ولد محترم قوي. لو كنت قلت لي ما كنتش هتوافقي. اوافق على ايه بس يا ماما؟ اصل اول ما جيت اشوف الشقه وعينها لفت نظري عربيته، بدلته وساعته وجزمته، وانشي عارفة أنا مناخيري دي تجيب إيه الشياكة عن بعد. عجبني قوي الولد، اسمه أكمل حسين فهمي. أبوه عنده مصنع ملابس حريمي، هو عنده مكتب ديكور في أشك حتة فيك يا بلد. بيجهزوا فيلتهم بتاعت التجمع الخامس في اللي تشرح القلب، فيها حته جنينه يجري فيها الخيل، وهم قاعدين في الشقه دي بشكل مؤقت، مع ان الشقه دي شقه ما تتسابش. قولي لي، ده عريس لقطه ولا مش عريس لقطه؟ انا مش مصدقاكي بجد، مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ انت عايشه في الحلم الوردي، انت بنت عبيطه مش فاهمه اسلوب الحياه. خدي خبرتي. وانا بقى مش هتجوز حد الا اذا كنت بحبه بقى يا ماما. حب؟ حب ايه يا اما حب؟ جات الخيبة عليكي وعلى حبك. ما انا كنت بحب ابوك يا بت. عملت ايه؟ استفدت ايه؟ ده احنا ما كناش حتى عارفين نجيب شقه تمليك، ولولا ان انا كنت بشتغل وبساعده كان زمانك حضرتك ما اتعلمتيش.